مشاهدينا أهلا بكم. تحت هاشتاغ وفاة حمزة اسكندر صدم المغردون بخبر وفاة الشاب السعودي حمزة اسكندر، أحد أشهر الشبان الذين حاربوا مرض السرطان، وكان شعاره أنا أحارب السرطان بابتسامتي، حيث أصابه قبل سنوات عدة ووافته المنية أمس في جدة إثر وعكة صحية. المغردون رثوا فقيدهم بالدعاء له متنقلين العديد من صوره وتغريداته الداعية إلى التفاؤل، إضافة إلى مقطع فيديو تحدث فيه عن الابتسامة ودورها في المحافظة على صحة الإنسان. المغردون اعتبروا رحيله رسالة موعظة للمنشغلين بأمور الدنيا بأننا في لحظة قد نكون بينكم وبعدها قد نختفي من العالم، مؤكدين على أنه سيبقى رمزا للابتسامة والإيجابية داعين له بالمغفرة وفسيح الجنان. كما تصدر مقطع فيديو آخر له وهو الأكثر مشاهدة، حيث دعا من خلاله المتابعين إلى الرجوع إلى الهدف الذي خلق من أجله الإنسان، وهو عبادة الله عز وجل والتغيير للأفضل والاستعداد ليوم اللقاء. ما تخلي الناس وكلامهم يأثروا فيك، لأنه فعلا ما بيوديك ولا يجيبك أي مكان، وكلنا نعرف أنه يوم من أيام كنا راجعين ربنا. يعني مستحيل تتخبى من الموت، ما أعتقد أي واحد قبل كده تخبى من الموت. فالموت جايك، إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة بعد بكرة، فليش تحاول تغير الشيء ده؟ حاول غير نفسك، حاول تغير طريقة استقبالك للشيء ده، بدل ما تقول ليش أنا، ليش ربنا ابتلاني أنا، ليش مو غيري، ليش في مليون واحد أسوأ مني، أنا ما قد جرحت أحد في حياتي. ليش ما تقول أوكي دحين دوري أنا، دوري أنا نحط في الموقف ده، دوري أنا أكتشف نفسي، أكتشف قوتي. ربنا قال نحن من أعظم مخلوقات الله، طب أثبت من أعظم مخلوقات الله.